بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: ما أصاب ولن يصيب النواصب يوم الصوم أو يوم الفطر الصحيحين لحين ظهور الإمام الحج عليه السلام. إليك العلة. أخوتي الكرام، الموضوع كالآتي: النواصب لم ولن يصيبوا اليومين الصحيحين يوم رمضان ويوم الفطر، ما راح يصيبوه أبدا، وهذه لعنة من السماء طاحت عليهم بسبب فساد العقيدة. جاء في الكافي الشريف أخوتي الكرام الجزء الرابع صفحة 169 الطبعة الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له. من هذا يقال له؟ محمد بن إسماعيل الرازي: جعلت فداك، ما تقول في الصوم؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. فقال: إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال: فقلت: وكيف ذاك ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتل عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر. خلي نجي إلى الحديث. هذا الحديث أخوتي الكرام عندما يقول محمد بن إسماعيل الرازي، عندما يسأل عن أبي جعفر الثاني صلوات ربي وسلامه عليه عن الصوم، فيسأل الإمام يقول له: جعلت فداك، أنه روي أنهم يعني النواصب، أنهم يعني المخالفون النواصب لا يوفقون لصوم، ليسأله. فقال عليه السلام: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك. يا ملك، هذا الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى الآن سندي فيهم. قال: فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ يسأل الإمام. قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات ربي وسلامه عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر. سؤال، والسؤال: حتى البتري، حتى ضعيف العقيدة، حتى المتخاذل ما يستطيع أن ينكره. أي يوم رأيتم النواصب صاموا صوما صحيحا وأفطروا إفطارا صحيحا؟ دائما هم مخالفون. لماذا؟ لأن منهجيتهم في اتباع الهلال والفطر والصوم مو صحيح. مثل مساكين يفطرون قبل الموعد الإفطار بعشرة دقائق. يعني أنت الآن، هو ضابطة الاحتياط، قاعدة الاحتياط عندنا شنو؟ مثلا ماكو دليل، إذا جرى مثلا نزاع، هل الإفطار ساعة بالخمسة وعشرة دقائق أو ساعة بالخمسة؟ نزاع، واحد حتى يخلص من هالإشكال يقول لك: أنا هذه عبادة وأنا صايم النهار كله، خلي أتأخر عشر دقائق، خلي أتأخر وأطلع من النزاع كله، هذا يسمى الاحتياط. النواصب قاطبة إجماعا يفطرون قبل الإفطار بعشرة دقائق إفطارا متعمد، هذا طول حياته يسوي، هذا شقد يراد له كفارة؟ يفطرون إفطارا متعمدا. بعد: سلبوا توفيق الصوم الصحيح والعيد الصحيح، مسلوبين التوفيق، دائما يفطرون في رمضان على أنه عيد، أو يصومون في غير يوم رمضان يبدأون على أنهم من رمضان، مسلوبين التوفيق. وهذا هو الحديث بعينه. قد يقول قائل: طيب شيخنا، تلك أمة قتلت الحسين، ما هو
لماذا النواصب الآن هم مشمولون بتلك اللعنة؟ لماذا النواصب شملهم الله بتلك اللعنة؟ لأنهم كانوا ولا زالوا مناصرين لمبدأ قتلة الحسين عليهم السلام بطرق مختلفة. يعني أنت إذا تأتي إلى الحقيقة تجد أن أبا بكر وعمر قتلوا الحسين، عائشة قتلت الحسين، معاوية قتل الحسين، يزيد قتل الحسين، يزيد إلى الآن يمجد، معاوية إلى الآن يمجد. فهذه الأمور أخوتي الكرام وهذه القضايا هي التي جعلت أن اللعنة تشملهم بأنهم لا يوفقون، وهذا مصداق الحديث أخوتي الكرام، وهو في الكافي الشريف الذي لا يقبل خطأ ولا يمين ولا شمال. فقال ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة، عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر. وهذا هو الذي تحقق تماما أخوتي الكرام. وأيضا في وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء العاشر صفحة 295 الطبعة الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ضرب الحسين، جزء العاشر صفحة 295 الطبعة الثانية في وسائل الشيعة، قال عن أبي عبد الله عليه السلام: لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لا ضحى ولا لفطر. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين عليه السلام. شنو هذا معنى أخوتي الكرام؟ هذا الحديث، شوف قول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، كيف أنت تتعامل. ذاك الحديث عندنا في الكافي الشريف. وأكو قضية أريد أن أنوه لها أخوتي الكرام، عندما أقطع بصحة روايات الكافي لا يدل على أن ما في وسائل الشيعة وغيرها من الروايات ليست بصحيحة، أيضا أنا أذهب إلى صحتها أخوتي الكرام، ولكن وضع اليد بالأدلة التي جعلتني أقطع بصحة روايات الكافي تختلف، لأنني يعني أذهب إلى صحة الروايات في غير كتب الكافي، ولكن الأدلة المتوفرة عندي في الكافي تفصيلية غير الأدلة المتوفرة الإجمالية في بحث فقط أود الإشارة إليه. فهذا في وسائل الشيعة. شنو فرق هذا الحديث عن الحديث الذي وكأنه حديث مترجم لما موجود في الكافي؟ ترجمه هذا يسقط لك حتى تعارض الأدلة، أنا أبينه. ترجمه مع سعة اطلاع الشخص بروايات وحديث آل محمد يستطيع أن يجعل تقييما وتفسيرا هذا الحديث لعمري مفسر لذلك الحديث، مع العلم طرقه مختلفة ومصدره مختلف، ولكنه كأنه مترجم لما موجود في حديث الكافي. شنو السبب؟ السبب لأنه صادر قولهم واحد صلوات ربي وسلامه عليهم. قد يقول قائل: زين شيخنا، حتى أنهي، شنو حال النواصب الآن؟ لماذا مشمولين بتلك اللعنة وبذلك الدعاء أنهم لا يوفقوا لا لصوم ولا لفطر ولا لإفطار؟ ذلك لأنهم ناصروا ولا زالوا يناصرون قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يثأر الله تبارك وتعالى من قتلة الحسين عليهم السلام، عندها تملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا القسط والعدل هسه أفسره شنو، خاف عبالكم أنتم هذا العدل الموجود، لا لا، هذا بحث آخر. كما ملئ الظلما وجورا، عندها ترفع اللعنة من النواصب لأنهم سوف ما يبقى سيتحولون كلهم إلى شيعة بالمعاجز، يعني ما راح يبقى ناصبي، لأنهم سيتحولون إلى العقيدة الصحيحة وفق المعاجز التي يرونها من الأئمة صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ذلك ترفع تلكم اللعنة، وبدونها إلى يومنا هذا وإلى الباقين، أن اللعنة تشمل النواصب أنهم لا يوفقون لصوم ولا لعيد. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف القصير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي تبارك وتعالى لي ولكم،
إنه سميع مجيب. وأيضا أخوتي الكرام أود الإشارة إلى لحظة فقط، أنه كان توجد عندنا رسالة من أو يعني ما حاجة أن نذكر الرسالة، أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.